السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم كله افاده ان شاء الله، فيديو يبعث على التفاؤل. اكيد بزاف ديال الاخوات كيشوفوا القناه ديالي، بزاف ديال السيدات فاقدت الامل. من هذا المنبر كنبغي نقول لك بان الحلم ديالك غادي يتحقق ان شاء الله. ديما تبعي الوصفات ديال القناه، ولا بغيتي تواصلي معايا راه كاينه الخلطه حتى هي ممتازه ان شاء الله لسرعه حدوث الحمل. بطبيعه الحال هذا الفيديو هذا يعني بشرى خير لكل أخت فيكم بغات وصفات طبيعية مجربة وناجحة، اللي جربوها بزاف ديال الأخوات السيدات اللي كيتواصلوا معايا في الخاص في الإنستغرام ديالي اللي هو وصفات نورة. كيحكيوا لي التجربة ديالهم، القصة ديالهم وراء تأخر الحمل، كيفاش أنهم جربوا الوصفات ونجحوا معهم. أكيد أن التداوي بالطب البديل وبالأعشاب الطبيعية تهو كيجيب نتائج مرضية في سرعة حدوث الحمل. ضروري أنك تديري الوصفة بالمقادير والمقياس المضبوط باش نجح معك. ضروري تعرفي الاوقات ديال الاستخدام والاستعمال ديال الوصفه باش تجيب معك نتائج في سرعه حدوث الحمل. خليك معايا في هذا الفيديو المهم، اكيد غادي ينال الاعجاب ديالك. وبطبيعه الحال ما تنساو ليش الفيديو من واحد اللايك باش تشجعوا القناه وباش توصل هذه المعلومه هذه لجميع الاخوات اللي كينتظروا الذريه. ويا ربي ان شاء الله ترزق كل محرومه بالذريه الصالحه وتفرحونا جميع. بزاف ديال الاخوات كيسولوا كيفاش يحدث عندهم الحمل في اسرع وقت ممكن. اكيد انت كتعلي الخصوبه ديالك، داكشي كيبقى بيد الله، ربي هو اللي كيرزقك في الوقت المناسب. انت فقط ديري بالاسباب، توكلي على الله، تبعي كل ما هو صحي، تناولي حمض الفوليك، تناولي الاطعمه الصحيه، تجنبي الاطعمه المعلبه وكذلك الدهون، الحلويات، الدقيق الابيض، كل ما هو مصنوع بالدقيق الابيض. يعني حاولوا انكم تبتعدوا على هذه الاكلات الا بغيتي وتكون عندكم خصوبه عاليه وتكون بويضه بجوده ممتازه ان شاء الله. حاولي انك تحافظي على يعني الهدوء ديالك، هدوء الاعصاب مهم بزاف. بزاف ديال الاخوات كيتواصلوا معايا وكيهضروا معايا وعندهم توتر، وداك التوتر صدقوني هو اللي كياخر لكم الحمل. خلي الامور تبقى في يد الله، يعني انت ما خسرت حتى شي حاجه، راه داك الشيء الا كان مكتب لك غادي يجيك في واحد الوقت. بطبيعه الحال ديري بالاسباب اللي هي ديما كنقول لكم النصائح راه معروفه، هاد النصائح ديما كنكررها في كل فيديو. حاولي انك ديري بها ولو واحد الشهر وغادي تحسي بالفرق وغتحسي بالنتيجه ان شاء الله. وكذلك تبعي الوصفات اللي في القناه فهي وصفات ناجحه باذن الله تعالى. ما كنحط لكم شي وصفه الا وكتكون فيها واحد تاثير ايجابي، الا وكتكون غادي تفيدكم وغادي تعطيكم نتيجه. بطبيعه الحال هاد الوصفه هادي حتى هي ممتازه وغادي تتبعيها وان شاء الله تجيب معك نفس النتائج مثل هاد الاخت هادي. الف مبروك لها، حكات التجربه ديالها وكذلك هاد الوصفه هادي اللي ما بخلاتش عليكم بها وبغات تقاسمها معكم، لانها حتى هي في واحد الوقت كانت بحالها بحالكم، حتى هي كتقول مستحيل انني نحمل، ولكن بالقدره ديال الله وبفضل الله وهاد الوصفه هادي تم الحمل وحملات وما شاء الله. يعني كان هناك يعني تحقيق الحلم ديالها في اسرع وقت، واحد الوقت وجيز. بزاف ديال الاخوات يعني ما كيبغيوش ينتظروا الوقت باش ان الوصفه تجيب معاهم نتائج مرضيه، فكيبغيو وصفات قويه اللي تكون تجيب معاهم سرعه حدوث الحمل في واحد الوقت اللي هو قليل بزاف. اول حاجه خاص كل سيده تقوم بها الا كان عندها مشكل في الدوره، ما يعني الدوره ديالك ما منتظماش، ما كتجيش في الوقت، كتغيب عليك بالاشهر. كاين بعض السيدات كتجيهم دوره متقطعه، كاين سيدات كتجيهم دوره يعني في وسط الشهر، يعني في ايام التبويض كتقدر انها تنزل عليها بعض القطرات. هذوك السيدات خاصكم تنظموا الدوره ديالكم اولا. راه كاين مشروب البردقوش، راه ديجا هضرت عليه وتكلمت عليه في القناة، مرد الدوش او البردقوش يوميا مدة 20 يوما بالنسبة لهذا النوع من السيدات اللي كتكون عندهم دورة شهرية غير منتظمة، وبالنسبة كذلك للسيدات اللي عندهم دورات غائبة يعني ما كتجيهمش وكتبقى عندهم الدورة، يعني كتجي فقط يعني متقطعة او انها قليلة بزاف. يعني هذوك السيدات يحاولوا انهم ينظموا الدورة ديالهم، عاد من بعد يتبعوا الوصفات اللي كنقول ف
ايام الدوره، لان الوصفات ملي كتبعيهم في وقت الدوره هنا كتعطي الفرصه ان المبيض ديالك يطلق اكثر من بويضه، وهذيك الفتره هي اللي كتكون الفتره فين كيكون يتكونوا فيها بويضات صغيره، ملي كتغديهم بالوصفات كيكبروا وكيكونوا واحد البويضه جيده للتلقيح، وكتصلح انها تكون صالحه للحمل ان شاء الله. بالاضافه الى هاد الوصفه هذه اللي غنذكر لكم في الفيديو قبل ما نعطيها لكم، كنبغي ديما نذكركم فضلا وليس امرا تخليوا لي واحد اللايك، لان فعلا اللايكات ديالكم هما اللي كيوصلوا الفيديوهات لجميع الاخوات اللي حتى هما كيحتاجوا يشوفوا هاد الفيديوهات باش حتى هما يجربوا الوصفه علاش لا وتنجح معاهم. اذا بالنسبه لهاد الوصفه هذه هي وصفه السمسم والقرنفل، الا تلاقوا هاد المكونين مع بعضياتهم صدقوني راه غيكون منشط طبيعي ممتاز للسيدات اللي عندهم ضعف الإباضة، للسيدات اللي عندهم صغر حجم البويضات، اللي عندهم خمول في المبيض، اللي ما كينتش لهم البويضات، والسيدات اللي عندهم تأخر في الحمل. إذا بلا ما نطول عليكم مكونات الوصفة، غادي تاخدي في واحد الوعاء وعلى نار متوسطة، يعني في واحد الوعاء اللي غادي ديريه فوق النار، غادي تاخدي 10 حبات من القرنفل، 10 حبات من القرنفل، وتضيفي لهم واحد الكوب من الماء الساخن، كوب من الماء الساخن، غادي تخليهم يعني لمدة دقيقة تقريبا حتى أن القرنفل يطلق الفوائد ديالو في الماء. من بعد يعني على نار كيف ما قلت لك متوسطة، غادي تحيدي داك الوعاء من النار، وغادي تضيفي له ملعقة صغيرة من السمسم المطحون، غادي تخلطي المكونات وغادي تغطيهم، وغادي تحاولي أنك تخليهم 15 دقيقة، من بعد غتكون الوصفة واجدة وغادي تقدي أنك تستعمليها. إذا راه الوصفة بسيطة، فيها 10 حبات من القرنفل مع ملعقة صغيرة من السمسم. القرنفل هو اللي كطيبيه أولا فوق النار، كتكون نار متوسطة يعني مع كوب من الماء الساخن، من بعد دقيقة من الغليان كتحاولي أنك تحيديه من فوق النار، وكتضيفي له ملعقة صغيرة من السمسم المطحون، كتحاولي أنك تغطي على هذا المشروب هذا، تخليه 15 دقيقة، من بعد يصلح أنه تناوليه. وبالنسبة لطريقة الاستعمال، كتاخدي هذا المشروب هذا في اليوم الثالث من الدورة الشهرية لمدة 3 أيام، في اليوم الثالث لمدة 3 أيام. اذا كل يوم في الصباح غتناولي هذا الكوب هذا، ديما حضريه بنفس الطريقه، وديما حاولي انك يعني تغطي عليه باش هكا يعني ما يكونش هناك يعني واحد الضياع لذاك الفوائد ديال المكونين، وان شاء الله تكون الفائده، وان شاء الله توصلكم هذه المعلومه هذه وتجربوا الوصفه، وعلاش لا يتم بها الحمل، علاش لا. راه ديما كنجيبوا كل ما هو جديد، كنحاول انني ناخذ تجارب ديال السيدات ونحطها لكم في القناة، لربما تنتم تستافدوا، لأن كل سيدة كتفيد الأخرى. هذه السيدة هي رخدات الوصفة من عند سيدة أخرى باش تم عندها الحمل، هي جربت الحظ ديالها، توكلت على الله، دارت بالأسباب، وكل شيء قريب عند الله. ديما كتري من الدعاء والاستغفار، طلبي الله في الصلاة ديالك، قولي دعاء ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين، وحاولي أنك تشبتي بالحلم ديالك، وما تقوليش أنه مستحيل، لأن ربي في واحد اللحظة في واحد تانية غادي يطلع الاختبار موجب، وغطلعي حامل إن شاء الله، وغتفرحين علاش لا. داكشي كيبقى في واحد الوقت يعني معين، ربي هو اللي كيريد هذا الأمر، وكيشوف الوقت المناسب باش يعطيك الدرية إن شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم، إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد لايك واشتراك في القناة. شكرا لكم على التتبع ديالكم لجميع الفيديوهات، وكذلك شكرا لكم على الحب ديالكم، بزاف ديال الأخوات كيتواصلوا معايا في الخاص، كنبغي نوجه لهم تحية من هذا المنبر، وإن شاء الله يعني تا هما بغاو ديك الوصفة أو الخلطة ديال العسل، فأكيد كنحضر لكل أخت فيكم تواصلت معايا، وإن شاء الله تجيب معها نتائج مرضية، هي وصفة مقوية ممتازة للتبويض، وإن شاء الله تجيب معكم نفس النتائج مع السيدات اللي تهما حملوا بهذه الوصفة هذه بإذن الله. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.